بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمر أن لا نعبد إلا إياه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع عشر كما وعدناكم أمس من سلسلتنا التربوية والقرآنية نداءات الرحمن إلى أهل الإيمان. وقد أخذنا النداء الثاني أمس الذي جاء في سورة آل عمران المدنية، وهو قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى آخره. ونأخذ النداء الثالث إن شاء الله جل وعلا الذي جاء في هذه السورة المباركة، وكما قلنا إنها نزلت بالمدينة أو في المرحلة المدنية، فهي سورة مدنية زمانا ومكانا. وأعطينا أمس بسطة عن المناخ المدني فيما يتعلق بتنوع المجتمع، فالمجتمع المدني مجتمع متنوع، ضم المسلمين بطائفتيهم المهاجرين والأنصار، كذا ولا؟ وكذلك لا يزال يوجد فيه شيء من بقايا المشركين ممن لم يسلم بعد، وكذلك وجود المنافقين الذين يتظاهرون بالإيمان ولكنهم يخفون الكفر، والطائفة الأخرى طائفة أهل الكتابين من يهود ونصارى. وإن كان النصارى شيء قليل جدا لا يكاد يذكر، بل هم على أطراف المدينة. طيب، إذن مجتمع هذا شأنه، أي شأنه التنوع والاختلاف. وكما قلنا أمس، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه باعتزال سائر الناس أو الطوائف، ولم يكن ذلك تكليفا أصلا إسلاميا، لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة باعتزال الناس مهما خالفونا في المعتقد والفكر والدين والعادات ونحوها، صحيح ولا؟ طيب، وبالتالي جاء الإسلام ليرسم المنهج المثالي النموذجي في كيفية التعامل مع سائر الطوائف. الإسلام يوجهنا إلى كيفية التعامل مع الطوائف الأخرى، لا يأمرنا بالانعزال عنهم، بل يضع منهجا وأسسا في كيفية هذا التعامل مع الآخرين. النداء الأول كما مر علينا في سورة آل عمران: ينهانا الله عز وجل عن طاعة فريق من أهل الكتاب، الطاعة التي تؤدي إلى الردة، الطاعة فيما أمروا بكفر أو تسببوا أو أن نتسبب في كفر أو أن ننصر دينهم على دين الإسلام، هذه الطاعة التي حرمها الله عز وجل في قوله: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم جاء النداء بالحث والتوكيد على أن يعمل الإنسان على الموت على الإسلام في قوله: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليأتي التوجيه الثالث الذي هو في نفس السياق أيضا، في نفس السياق، وهو متصل أيضا بالنداءات الماضية، بالنداء الأول والثاني، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت. هي فقرة في الواقع ليست آية واحدة، لأن الآيات التي بعدها كلها متصلة بها، لأنها تجليها وتوضحها وتوضحها وتبينها. فالنداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إلى قيام الساعة، أول من يدخل في هذا النداء من هم؟ المؤمنون من الصدر الأول لهذه الأمة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، لا هذه ناهية، نهي من الله تعالى بهذا الفعل، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا تتخذوا بطانة، ما معنى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا؟ كثير من المسلمين يقرؤوها ولا يفهموها بالحق. مشكلة شيخ صالح، مشكلة. شفت عندنا مشكلة لفهم القرآن، نحن في إشكال كبير مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ينهى فيقول لا تتخذوا بطانة. البطانة هي الخاصة من الصحبة، وهي مأخوذة من بطانة الثوب. شفت الثوب فيه ظهارة وبطانة، الظهارة ما يظهر منه، والبطانة ما هو خفي كالذي يباشر بطن الإنسان. ومن ذلك قوله تعالى بطائنها من استبرق، حشوها من استبرق، يعني إيش؟ الأرائك، أرائك الجنة. فالبطانة هي الخاصة من الصحبة والصداقة ممن نبيح لهم الأسرار و نتحدث معهم في الأمور المهمة ونستشيرهم أيضا في القضايا الملمة. هذه البطانة. الله عز وجل ينهى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من دونكم، يعني من غير ملتكم، من غير ملتكم الإسلامية، من غير ملتكم المؤمنة. فينهى الله تعالى أن نتخذ بطانة من دون المؤمنين. ولكن لا بد أن تفهم ما هي البطانة. فهنا ينهى الله عز وجل عن صحبة خاصة وعن علاقة خاصة. ما هي هذه الصحبة الخاصة والعلاقة الخاصة؟ كان يتخذهم الإنسان أمناء على أسراره وأسرار أهله وأسرار عياله وأسرار دينه وأسرار دولته وأسرار شعبه وأسرار أمته، أن يتخذهم بطانة، يستشيرهم، يسرهم، يفشي لهم أسرار نفسه وأسرار ذويه وأسرار أمته. الله عز وجل ينهى عن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين، وسوف يعلل لماذا. بعض المسلمين أو بعض المفسرين قال إن الآية نزلت في الصحابة الذين اتخذوا من بعض المنافقين بطانة، يعني المنافقون هم تظاهروا بالإسلام، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم لم يميز بين المؤمن الصادق وبين من يتظاهر بالإيمان من المنافقين، فبدأت الخلطة المبالغ فيها، خلطة مبالغ فيها، جلوس مبالغ فيه، وخلطة مبالغ فيها،
فجاء التحذير من الله والنهي من الله تعالى ألا يتخذوا من هؤلاء خاصة في الصحبة، أن يتخذوهم من خاصة أصحابهم، يفشون لهم الأسرار ويتحدثون معهم بكل أريحية وتلقائية كأنهم إيش؟ من خلص المؤمنين، فنهاهم عن ذلك. وقيل، وهذا قول ثان، إن المقصود بهم هم أهل الكتاب، لأن العلاقة كانت موجودة، كان فيه مصاهرة، يتزوجون منهم أي المسلمين، وكذلك يبيعون ويشترون منهم، وفيه تجاور أيضا، فهم من أهل المدينة، وبالتالي كان لابد من وضع هذا المنهج حتى يعرف المؤمن ما له وما عليه. فالله جل وعلا لا ينهى عن العلاقة مطلقا ولا يأمر بقطعها أيضا مطلقا، لا، في علاقة خاصة هي المنهي عنها، لا تتخذوا بطانة. لابد أن نقف عند كلمة إيش؟ بطانة. أنت في صحبتك لأصحابك، هناك من أصحابك من هو من بطانتك، وهناك من أصحابك من ليس من بطانتك. كل إنسان له خاصة أصحاب، صح ولا؟ يعني مثلا يكون عندك مشاكل مع أهلك، مع الزوجة أو مع الأولاد، أو مشاكل مادية ومشاكل مهنية ومشاكل وظيفية، وأنت عندك في الريبرتوار هذا 2000 و3000 صاحب، ليس كل واحد تبيح له أسرارك أو تبوح له بأسرارك وتحدثه بخاصة نفسك وخاصة شأنك، صحيح ولا لا؟ يمكن إلا أن يكون فعلا من بطانتك. هذا تقول له عندي كذا وكذا من المشاكل، والله ما أدري ماذا نصنع وكيف، فتستشيره وتأخذ معه في الكلام وترد على وجه التشاور، تريد أن تأخذ وجهة نظر في الموضوع، لكن ليس مع كل من هب ودب. هذا الإنسان أو هذه الجهة تسمى هذه تسمى إيش؟ بطانة، تسمى بطانة. رئيس الدولة أو السلطة العليا في البلاد عنده مسؤولون بالآلاف يعملون تحت يده، سواء كان في القصر الرئاسي أو القصر الملكي أو القصر الجمهوري، سمي مشيت بحسب نظام الحكم، عنده آلاف يعملون تحت مؤسسته الحكومية، بل تحت مؤسساته الحكومية، لكن ليس كلهم من بطانته. بطانته من هم؟ هم مستشاروه، هم المستشارون له على وجه الدوام والملازمة، اللي هم مقربون إليه. ولذلك يقول لك إيش مستشار الرئاسي؟ الرئيس له مستشارين والملك له مستشارين، صحيح ولا؟ هؤلاء هم البطانة، سائرهم ليسوا من بطانته، يأمرهم وينهاهم فقط. أمن يأتي يبيح لهم يبوح لهم بالأسرار ويستشيرهم ويأخذ رأيهم؟ أبدا. فهمنا الآن؟ إذا فهمنا ما معنى البطانة. البطانة خاصة من؟ خاصة الأصحاب، خاصة الجلساء، خاصة الأصدقاء، هم الخاصة، الخاصة. فينهى الله المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين. من أين أخذنا هذا؟ من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. من دونكم يعني من دون من المخاطبون؟ المؤمنون، يعني من دون المؤمنين، من دون المسلمين. وبالتالي حتى الذين قالوا إنهم المنافقون أو قالوا أهل الكتاب، هو في الواقع إذا صح سبب النزول فذاك، ولكن خصوص السبب لا ينفي عموم اللفظ، لا ينفي عموم اللفظ في المعنى، فخصوص السبب لا يعني أن اللفظ لا يبقى على عمومه في المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم، الله عز وجل ينهاكم عن اتخاذ خاصة الأصحاب من غير المؤمنين، منافقين، من أهل الكتاب، من المشركين، من أي ملة، من أي ملة،
لا يجوز اتخاذها بطانة. شوف كلمة البطانة لابد أن تستحضرها، لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من دون المؤمنين. وجاء التعليل أو كالتعليل في بيان علة هذا النهي، فهو نهي معلل. والشريعة شريعة كاملة، الأوامر التي ترد والنواهي كذلك تأتي معللة بعللها. علاش؟ يقول قائل ليش؟ قد يكون من أهل الخبرة. قالك لا، مش مشكل، من أهل الخبرة يمكن أن تستخدمهم في مجالات أخرى، أما أن يكونوا بطانة لا. ففي فرق بين أن يكونوا من البطانة الخاصة والمستشارين المقربين، وبين ما مجرد مستأجرين فقط في مؤسسة من المؤسسات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين، فاستأجر عبد الله بن أريقة الليثي يوم الهجرة وكان خريتا، أي دليلا له يدله على طريق المدينة، فهذا ليس من ذاك، ليس هذا من ذاك، أنت ليس هذا من اتخاذ بطانة، هذا كان أجيرا بالفلوس، أن يستأجر لا حرج، تبهوا. أو مثلا يذهب شخص إلى طبيب مثلا والطبيب غير مسلم، فيأتمنه على روحه وحياته وجسمه، ومش يجري عليه عملية، لا يضر ما دام أنه أمين، ليس هذا من ذاك. واللي يريد أن يصلح سيارته قيل له فيه ميكانيكي جيد حاذق، فطلع ما هوش مسلم، إيش نقول له؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لا بأس، لا حرج في هذا، ليس هذا من ذاك. نحن نتحدث عن علاقة أخرى، عن شيء آخر، إنما هو اتخاذهم أمناء على الأسرار وأهل رأي في ملمات ومهمات الأمور. تحدث عن هذه العلاقة. ويأتي التعليل لهذا النهي بقوله لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا، الألو هو بذل الجهد، وقيل هو التقصير، معناه أنهم لا يقصرون ولا يدخرون جهدا في حصول الخبال فيكم. ما هو الخبال؟ الخبال هو الفساد والشر. ولهذا يقال للإنسان الذي فسد عقله يقول لك ايش مخبل في مخه هذا، ها عنده خبال، فهمت ولا؟ يعني فساد في المخ والعقل. لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في الشر والفساد فيكم. وبالتالي كيف تتخذونهم بطانة وأمناء، وكيف تتخذونهم مستشارين، وكيف تتخذون تأتمنونهم على أسرار أموركم الخاصة ودولكم ومجتمعاتكم وخيراتكم، كيف؟ وأمن بلادكم وأمن شعوبكم كيف؟ والله قد قال لا يألون. تتنهد تنهد، ايه صحيح، رأيتك قلتك لك الحق في هذا. ليش؟ لأن بين هذه الآية وبين ما تعيشه الأمة اليوم كما بين السماء والأرض، وشاطرك نفس الشعور. نعم نتنفس ليس الصعداء، بل نتنفس الألم، ونتنفس الأسى، ونتنفس الحسرة على حالنا اليوم. اليوم كثير من هؤلاء يتخذون بطانة، على عكس الآية تماما، يتخذون بطانة من دوننا، من دون المؤمنين. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا يألونكم، لا يقصرون، لا يقصرون في حصول الفساد والشر فيكم. لا يألونكم خبالا، لا يدخرون طاقة ولا وسعا في أن يقع الشر والفساد فيكم على كل المستويات، لأنهم في الواقع أعداء وليسوا بأصدقاء، هم حريصون على إضرار المسلمين وإذلالهم وعلى إلحاق الشر بهم. فكيف يتخذهم المؤمن بطانة من دون المؤمنين؟ عجيبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا
ودوا ما عنتم. فالله سبحانه وتعالى بعد هذا النهي يجلي لنا حقيقته، الذي خلقهم هو أعلم بظاهرهم وباطنهم وبما في قلوبهم وبما في صدورهم. الخالق سبحانه وتعالى ينهانا هذا النهي ليس هكذا من فراغ، ينهانا ويعلل لنا هذا النهي، يعطي لماذا أنهاكم عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين، يذكر لنا بعض أعمالهم ويجلي لنا بعض صفاتهم ونعوتهم، فيقول لا يألونكم خبالا، أذلونا يعني لا يقصرون في إلحاق الفساد والشر بكم، ودوا ما عنتم، بمعنى أنهم يودون ويتمنون ما عنتم، يعني أن يلحقوا بكم العنت. ما هو العنت؟ المشقة والتعب والإعياء على كل المستويات. ما ودوا ما عنتم، فهم يودون إضعافكم دينيا ودنيويا، يريدون إضعافكم اقتصاديا، يريدون ذهاب خيراتكم وثرواتكم. ودوا ما عنتم، الله هو الذي يخبر أنهم يودون ماذا؟ العنت بالمؤمنين، العنت في كل المجالات. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. وهذه حقيقة ثالثة، انظر الآن كم من حقيقة يجليها القرآن في هذه البطانة السيئة التي يتخذها كثير من المسلمين اليوم. الحقيقة الأولى، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون ولا يترددون فيش في إلحاق الخبال بكم، خبال الفساد والشر. اثنين، ودوا ما عنتم، فإنهم يودون ويتمنون دائما إلحاق ماذا؟ العنت، العنت والمشقة بكم. ثم يؤكد الحقيقة الثالثة بأداة التحقيق، وهي قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يا لله، الله يؤكد أن البغضاء بدت، أي ظهرت ولاحت من أفواههم. كيف لاحت من أفواههم؟ بالكلمات التي يتلفظون بها، حينما يقوم واحد من هؤلاء فيصف بلدا عربيا إسلاميا يعد من أول البلاد في إنتاج البترول بأنها كالبقر الحلوب، هكذا باللفظ بالصوت والصورة، مش مسألة إشاعة بس، لا، في حملتي الانتخابية ذا ترامب إيش يقول؟ يقول عن السعودية مثلا إيش يقول؟ إيش يقول؟ بقرة الحليب، بقرة حلوب، متى ما حلبناها ذبحناها. هذا مش شيء فرية نفتريها، هذا شيء مسجل موجود عندكم في الهواتف ومنتشر في وسائل الإعلام العربية والغربية، موجود ولا غير موجود؟ ناهيك عن العبارات التي كلها بغض وحنق وحقد على الإسلام والمسلمين، هو وغيره. هذا مثال من الأمثلة، نموذج، ها، كمثال نمثل به. قد بدت البغضاء من أفواههم، قالك لا شيء، وما تخفي صدورهم أكبر، يعني البغضاء التي في قلوبهم عليكم أكبر مما تتفوه به ألسنتهم. إنما هنا تعرف أنت الأحوال قد تؤثر في تصريحاتهم، فيحجمون عن ذلك لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على ضمائر الناس وسرائرهم، فيقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا إله إلا الله، قد وضحنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، يعني إن كان عندكم عقول راجحة تفكروا شوية. وين عقولكم أيها العرب؟ أيها المسلمون؟ أين عقولكم؟ أين ذكاؤكم؟ أين فطنتكم؟ أين إيمانكم؟ أين إسلامكم؟ فكر شوية، لأنه لو كانت الصورة معكوسة لن تجد مثلا من هؤلاء الأعداء من يتخذ من دونهم بطانة من بيننا. فهم لا يتخذون المؤمنين بطانة، يمكن؟ لا، ما يمكنش.
هم لا يتخذون المؤمنين بطانة، صحيح ولا لا؟ يمكن. ولا يجرؤ إنسان من أهل الإيمان أن يتلفظ بمثل تلك التصريحات، ولو تلفظ خلاص يغيب وراء الشمس كما يقال، صحيح ولا؟ شوف كيف. لكن انظر، الله سبحانه وتعالى بين هذا من كم من قرن من الزمان. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. بالله هذا الذي يحفظ الآية هذه ويقرأ بها في المسجد الحرام فيأتي فيصف هذا الطاغية بأنه داعية للسلام وأنه يقود البشرية إلى شاطئ السلام، أنا منش فاهم هذه القراءة هذه. كيف نقرأ القرآن نفهمه لا نفهمه، نستحضره لا نستحضره؟ أين القرآن؟ يودره القرآن مش تحسين أصوات ره. القرآن مش معناه نعبو به الأشرطة والسيديات ونعملوا به قناة تتلو القرآن صباح مساء ونعملوا في الكتاتيب ونشجعوا في الفقهاء والمدرسين باش يحفظوا القرآن، مش هذا هو المقصود. هذا ليس مقصودا، ليس مقصودا. المقصود أن يكون هذا القرآن منهج حياتنا، أن يكون القرآن معمولا مطبقا في حياتنا اليومية، صحيح ولا؟ القرآن ما هي علاقتنا به؟ هنا نقرأه بس، نقرأه ونسمعه، حل على قناة كذا وكذا، قرآن 24 ساعة ما شاء الله يتلى أناء الليل وأطراف النهار، جميل كلام ربي بارك الكل. لكن ما هو المقصود؟ ما هو الإنصات والاستفادة والتدبر والعمل والتطبيق؟ هذا هو المطلوب. أما إنسان يقرأ القرآن ولا يحفظه برواية ولا روايتين ولا حتى 10 روايات ويتغنى به ويترنم به، وش احنا خفيه ركح متاع واحد احنا عاد؟ اذا المساله مساله الطرب نمشي نسمع ام كلثوم، انا احسن لي بصراحه، انا اسمع ام كلثوم وانتهى الامر. على الاقل ما تكذبش تتحدث في موضوع خارج عن هذا اصلا. والله لا نسمع انا انسان هذا، والله العظيم حتى القران لا اقبل ان اسمعه منه، مستحيل، انتهى، ما يحتاج. شنو تقرا في القران؟ تتغنى بالقران، تاتي تصرح ببعض التصريحات التي تتصادم مع ما تحفظه، والقرآن حجة لك أو عليك. الله يقول لك لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. رجل يشتمك ويسبك ويسب دينك في الصباح والمساء ويصرح في تويتر وغيرها وأنا ما زلت نتملق له؟ لا يا سيدي، لا والله لا خير فيها. إن كنت أنا حافظا للقرآن وأنا أخالفه في أهم تعاليمه، ماني ملائكة لا تجري علي الذنوب في الجملة، لكن فيه ذنب وذنب، لا لا. العبرة بالمواقف. أهل القرآن وحفاظ القرآن ينبغي أن يقفوا موقف القرآن. القرآن له مواقف، الآية هذه ترسم موقفا واضحا ما في غبش، آية ما تقولش منسوخة، آية هذه محكمة ثابتة نازلة في آخر شيء من القرآن. بينا ما معنى اتخاذ بطانة. الله لا يأمر بقطع العلاقات ولا لا لا لا، اتخاذهم بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يعني إن كان عندكم عقل حقيقة لا تتخذون بطانة. كيف يتخذ الإنسان عدوا له بطانة؟ هو المؤمن اللي هو ضعيف. أنت الآن سمحني أنا سأعطيك مثالا، هاو أعطيك مثال من حياتك الشخصية. أنت عندك اليوم أصحاب في الريبرتوار ما شاء الله عندك بالآلاف، هاي وعندك مشكلة مالية ولا مشكلة أسرية مع المرأة ولا مع أولادك ولا مشكلة خاصة، ومن بين الأسماء هذه واحد علاقتك به مش هي، إما تكون سطحية ولا رجل لا يحفظ سرا، تروح انت ايش تفتح له صدرك وتعطيه كل اسرارك، فانت انتحرت بهذا التصرف. هذا يعتبر انتحارا. ليش؟ لانه من الغد او في وقته وتوه ولحظته سوف يفشي اسرارك، وافشاء اسرارك هذا قد يترتب عليه زيادة المشاكل وزيادة المفاسد.
لن يحل لك المشاكل بل سيزيدك مشكلات ومشكلات. فأنت الآن انظر حتى في حياتك اليومية، ولا تأتي الشخص حتى ولو كان مسلم لكن عدوك، بينك وبينه عداوة، موجود العداوة بين المسلمين، صارت بينك وبينه مشكلة في الشغل، ولا سلفت فلوس وما طاكش وولت قضايا في المحاكم، موجود ولا قضايا في المحاكم، المهم بينك عداوة لسبب ما، هل تستطيع هذا الإنسان أن تتخذه بطانة، أن تتخذه من خاصة أصحابك وتفشيه أسرارك وتعطيه خاصة أحوالك؟ مستحيل، هذا خلاف العقل، خلاف العقل، فضلا عن أن يكون خلاف الدين. شفتوا التصريح الذي صرح به هذا اللي يصلي بالملايين، بعد أيام جندي من جنود المارينز اللي شهدوا حرب الخليج الأولى غرد على تويتر يصرح أنه هو بنفسه قتل مئات المسلمين وندم على هذه الأفعال. فعن أي سلام تتحدث؟ عن أي سلام تتحدث؟ سلام هيروشيما ولا سلام الفلبين ولا سلام اليابان ولا غيرها ولا غيرها ولا غيرها؟ كيف تصف إنسانا دأبه صناعة الموت؟ صناعة الموت، يعني هؤلاء هم أكبر تجار السلاح في العالم ويختلقون حربا كل 10 سنوات، لازم حرب خارج ترابهم، لماذا؟ لبيع منتوجهم، لأنه لابد أن يباع ويجدد، زي السيارة بيع وجدد. فهم يصطنعون ويختلقون حروبا خاصة في الشرق الأوسط، ليش؟ إنه فيها غاز، فيها بترول، وفيها أمور أخرى. أنت الآن، أنت القرآن المفروض أن ينور عقلك، تصير إيش؟ إنسان فاهم عايش زمانك. والله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت المسألة راهي ما عادش علم وحفظ قرآن بس، راه لا لا، مسائل أخرى، مسألة تتعلق بشخصية الإنسان وتكوينه ومواقفه وتربيته الأولى، وكل هذا يتصل بعضه ببعض، مش مسألة هو حافظ وهو يقرأ ما شاء الله. الله يسهل عليك، غير الله يسهل عليك. بس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هاو بعدين، ها هاو الآن، أول خطوة صهينة القدس، صهينة القبلة الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي حلها أنت الآن؟ مش أنت كنت توصف فيه والعالم كامل شاعر الآن؟ ها وين الآية هذه من مما تحفظه؟ وينها الآية هذه؟ غايبة عنك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، الله هو الذي يقول هذا، مش كلامنا، هذا كلام ربي عز وجل. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله من الأنبياء ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة خير وبطانة شر، بطانة خير تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة سوء تأمره بالشر وتحضه عليه، قال: والمعصوم من عصم الله عز وجل. وهذا ليس إلا لصناع القرار فقط على أعلى المستويات في المسلمين، حتى في حياتك أنت. لا تتخذ بطانة من غير المؤمنين الصادقين المخلصين، ليس كل شخص تفتح له صدرك ها وتفتح له عقلك وتفشي له سرك، لا، هذا لا يصلح. بعض الناس كل واحد يجلس معه يأتي بخصوصياته المتعلقة بالأسرة، بالزوجة، بالمال، بما يربح، بما يخسر، هل هذا يصلح؟ لا يصلح، هذا لا يصلح، لأنك تدمر نفسك. يقول عز وجل، وهذا أيضا هذه الحقائق الآن التي تضمنتها الفقرة كلها كالتعليلات لهذا النهي، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. شفته؟ وانظر الفاصل، هذا يسمى الفاصل آخر الآية، ما قالش قد بينا لكم الآيات إن كنتم مؤمنين، لا، إن كنتم تعقلون، يعني إيش؟ كانوا يقول إيش؟ خدم إيش؟ خدم عقلك. المسألة العقل
يقتضي ذلك. رد بالك، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم. مش نقول يا رب. الله الله. ها أنتم أولئك تحبونهم، أنتم الآن أمامهم تنظرون إليهم نظرة العمالقة، تحبونهم، تحبون عاداتهم، تحبون ما عليهم، ما عليه القوم من تلك التقاليد أو العادات أو نمط العيش أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور. ها أنتم أولئك تحبونهم، قال ولا يحبونكم، فأنت تحبه وهو لا يحبك، أنت تحبه وهو يكرهك، صحيح ولا؟ ولذلك هو أقوى منك، لا تشبه بك ولا يعترف بوجودك ولا يعظم دينك ولا يقع في تشبه ديني ولا دنيوي بما هو من خصوصيتك، بل بالعكس. حتى مثلا حتى في اللباس، شوف انت في بعض الأفلام، بعض الأفلام حينما يلبسون اللباس الخليجي الممثلون، متى يلبسونه؟ متى يلبسون اللباس الخليجي؟ في أي صورة يخرج اللباس الخليجي في أفلامهم؟ في أي صورة؟ أما في صورة الإرهاب قليلة، أما في صورة إيش؟ الاستهزاء. صورة الرجل مع مجموعة من الجواري، ليش؟ حتى تكون الرسالة واضحة أنهم أهل شهوة وعقولهم في فروجهم، صح ولا؟ وإلا مثلا متورطون في ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك أو تبييض الأموال، صح ولا؟ يعني إلا الصورة السيئة. هذا مما يدل على ماذا؟ على قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، قال وتؤمنون بالكتاب كله. قال كثير من العلماء الجملة حالية والواو للحال، يعني والحال أنكم تؤمنون بالكتاب كله، والكتاب كله القرآن كله تؤمنون به أنتم، والقرآن فيه ما ينبغي أن نكون أو أن نتعامل به مع مثل هؤلاء. وتؤمنون بالكتاب كله، وقال بعضهم وتؤمنون بالكتاب كله تعريض أو بيان لما هم عليه أنهم لا يؤمنون بالكتاب كله، لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وتؤمن، إذن أنتم لا تتفقون معهم في أصل الأصول، في أصل الكتاب، فأنتم أنتم تختلفون معهم في أصل الأصول، ما هو؟ الكتاب العظيم القرآن الكريم. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا. لهذا رجح بعضهم أن الآية في من؟ في المنافقين، بطانة من المنافقين، لأنهم يتظاهرون بالإيمان. وإذا لقوكم قالوا آمنا، يتظاهرون بالإيمان، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل هي أطراف الأصابع، فهم في الظاهر يوافقونكم على ما أنتم عليه من الدين، أنهم مؤمنون كما تؤمنون أنتم، لكن في الباطن وفي الخفاء وخلف الستار ووراء الجدار إنما هم أهل حنق وغيظ وحقد عليكم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. والأمر هنا للتحقير، للتحقير بهؤلاء، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا الأمر يبعث في نفوس المؤمنين العزة والاعتزاز بالدين والاعتزاز بالعقيدة والاعتزاز بالتوحيد الصحيح، لا بالتوحيد الناقص الضيق، فهمتم؟ فالله عز وجل يقول قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، ثم تواصل الآيات تجلية الحقائق. كل هذا الذي يذكره الله تعالى من تجلية الحقائق كالتعليل أيضا لهذا النهي. شفتوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وربما قد يتفاجأ الإنسان بهذا النهي، يقول لك هاو علاش لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم اثنين، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، موافق للعقل. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، حقيقة أخرى
أنهم يكرهونكم. حقيقة سابعة، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذن هم أهل نفاق، وأن ما تسمعونه من التصريحات راه لا شيء. قالوا وسيدشن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، فقطع الشريط بعد أن أخذ الجزية. فأنتم مش في بالكم إيش؟ أنه الآن أزاحكم عن لائحة الإرهاب، معناها أنتم الآن مش في بالكم، خلاص راه رضي عنكم مساكين. هذا أنا أؤمن بالقرآن، أنا أؤمن بالقرآن، أنا الله عز وجل الذي خلقهم أصدق مما تعتقدونه أنتم. الله يقول قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة، هذه حقيقة سابعة، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. سبحان الله، يعني إذا قدر الله عز وجل عليكم حسنة، ما هي الحسنة؟ كل حسنة الدنيا، اقتصاد، طفرة اقتصادية، خير حصل لكم من حسنة الدنيا بتكريم الله لكم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. ليش؟ لأنهم حسدة، لأنهم حسدة، لأنهم يكرهونكم ويحسدونكم. ولذلك أنت في أصحابك مش كل إنسان تزف له البشرى، بعض الناس أهل أن تبشره، صح ولا لا؟ تبشر تقول له راهو زاد لي وليت، ولا عملت مشروع راهو الله عز وجل بارك لي، ولا كملت الصبة صبيت الدار وكذا وبنيت كملت دار يا تعالى بحذايا. لكن بعض الناس لو نقول لك عليه ليش لا تخبره؟ قل الله 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 خليني يرحم بوك، هذاك هذاك يحسدني حتى على الدم اللي في وجهي. أي وأنت محق، ليش؟ لأنك تعرف أن إنسان حاسد وحاقد يكره أن يرى الخير في غيره. فالله عز وجل يقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم، تحزنهم الحسنة. ذلك لما رأى هؤلاء هذا التغيير الذي حصل في العالم العربي وسمي بالربيع العربي من تنفس الشعوب للحرية، لا تظن أنهم قد سروا بذلك، بل ساءهم ذلك، لأن ذلك بعثر أوراقه. إيه ورب البيت بعثر كل الأوراق، لأنهم لا يريدون لهذه الأمة إلا السوء، ومن السوء الظلم والجور، لا يحبون لهذه الأمة الكرامة والحرية والإنسانية والتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية أبدا، هذا لا يحبونه. هذا قرآن ليس من عندنا، من عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذا أصابتكم سيئة من جدب أو قحط أو حرب أهلية أو انتكاسة في الثورة أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور يفرحوا بها. إذن الذي يحزن إذا أصابك الخير ويفرح إذا أصابك الشر، هل يمكن أن تتخذه صديقا أو مستشارا أو بطانة من دون المؤمنين؟ يمكن؟ ما يمكنش، لأن هذا يعتبر عدوا لدودا لك، لا يمكن أن يكون صاحبا ولا صديقا، حتى العلاقة معه ينبغي أن تكون محدودة في حدود المصلحة فقط، يعني كما يقال العلاقة البراغماتية، كالتجارة كالصفقة التجارية فقط، تجارة أن تتاجر أو أن تكون علاقة في حدود إيش المعقول والمشروع، لا أن تتعدى إلى ما نراه اليوم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فأمر الله عز وجل بالصبر وأمر بالتقوى ووعد بأن كيدهم لن يضر،
ما دام المسلمون على صبر وعلى تقوى مؤتمرين بأمر الله منتهين عن نهيه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أظن إن شاء الله اتضحت المعاني لهذه الآيات المباركة. آية وما بعدها كله تجليات وكشف للحقائق كالتعليلات لهذا النهي. الآية هل هي لقادة الأمة فقط ولا لكل مسلم؟ لكل مسلم، حتى في حياتك، حتى في حياتك، كلما كان الإنسان متخذا للمؤمن المخلص الصالح الصادق بطانة ومستشارا وأخا قريبا كلما كان ذلك أسلم لدينه ودنياه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الخلة السيئة، فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من تخالل، من تصاحب. الصاحب ساحب. أنت الآن في الشغل، أنت تشتغل، ماكش وحدك تشتغل، تشتغل في مؤسسة ولا في إدارة، لكولاج، لكولاج متسميهم لكولاج بتاع الخدمة، علاقتك بهم واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة تماما، مختلفة تماما. بعضهم يكون من المقربين وهو محل ثقة، وبعضهم غير، أكثر من بونجور أورفوار، ما تزيدوش أكثر من هذا، صحيح ولا؟ أي نعم، نفس الشيء. هذا ينطبق حتى على الفرد. جيرانك، في من الجيران من تدخل وتخرج عليه عبارة على أخ، صحيح ولا؟ صديق كالأخ تماما، وما عندكش علاقة به إلا علاقة المودة والصحبة الصالحة والثقة المتبادلة، وجربت وجربك وعشرة بينكما، وفيه جار اللي ماذا بيك ما ترشي حتى أمام الباب، صحيح ولا؟ نفس الشيء. إذن هذا على مستوى الجوار، على مستوى الصداقة، على مستوى الزمالة في العمل، ليس على مستوى القيادات العليا. يجيش واحد يقول هذه الآية إذن تتوجه نتوجه بها مباشرة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا، فالأصل العموم ولا تخصيص إلا بدليل. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. حتى في الميدان التجاري يكون عندك مثلا زملاء في نفس الميدان، أنتم مجموعة من التجار في حي واحد، في حي واحد، كل حد قسمه كما نقولوا احنا، كل حد رزقه، واللي عندكم مثلا أسفار ماشيين للصين وجايبين فيها امبور واكسبور وتصدير وتوريد، في من التجار من هو كالأخ، جيبه جيبك، اللي في جيبك في جيبه، ما عندك حتى إشكال، تأخذ منه السلعة ترد عليه، تأخذ منه مالا ترد عليه، تأتمنه على صفقة مثلا تعطيه تقول له أنا ما أستطيع أن أصحبك في السفرة هذه، هاو الفلوس وجيب لي كذا وكذا وكذا وكذا، تعرف أنه إيش؟ سيكون وكيلا أمينا. السلعة اشتريت بثمن كذا وكذا هي ثمنها، وفيه ما 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 ما, ما لا تستريح له، فهذا لا يمكن أن تعامله معاملة خاصة لأنه ليس من الخاصة، ليس من الخاص. وعلى هذا فقس في كل مجالات الحياة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ليش مثلا في الذين يعملون في المراكز الحساسة في الدولة، خاصة في الجيش أو العسكر أو الشرطة أو أمن الدولة، زوجته التي هي فراشه والتي ينام بجانبها كل ليلة، قد لا يبيح لها أو لا يبوح لها بأسرار المهنة، ماشي نخدم، هو لا يخبرها لا فين ولا متى يرجع ولا ما هي المهمة التي سيقوم بها. ليش؟ تحقيقا لمصلحة البلاد والعباد، أنت ولا؟ ها، هذه خاصة أهله، زوجته قد تكون عارفة بأسرار أخرى، لكن في أسرار مهنية تتعلق بأمن البلاد وأمن العباد ما يمكنش. فكيف بغير المسلم يا إخوة؟ وكيف بمن جل الله عز وجل حقيقته، بل وصرح بالعداوة، صريح العداوة، ما فيها غبش. تو احنا الآن الناس الغير المسلمين من المشركين أو الكافرين أو غيرهم
يختلفون كما قال تعالى ليسوا سواء. هاو اليوم عندنا رؤساء وزراء، هل رئيس الوزراء اللي في كندا مثلا ولا غيره ممن تصريحات مشرفة، يتكلم كلام موزون واحترام متبادل ويحترم الجالية المسلمة، صحيح ولا؟ ولا يلحق بهم الأذى وما عندوش حتى إشكال مع المسلمين أصلا، صحيح ولا؟ وتصريحات أخرى ترد من شياطين الإنس، ثم ترى بعض المسلمين يهرولون كما قال تعالى ترى الذين في قلوبهم مرض إيش؟ يسارعون فيهم يخافون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فالقرآن انظر يضع لنا المنهج في كيفية المعاملات. قالك لا لا تعتزل المجتمع الدولي، أنت جزء من المجتمع الدولي ومن المجتمع البشري، لكن كل إنسان عامله بما يستحق أن يعامل به فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل به إيمانا واحتسابا، وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم.